هحط البطيخ في الخلاط ومعاه الفراولة وعسل أبيض، هو ده الحل الوحيد، بس البطيخ كله بذر. طيب أنا هعمل إيه بقى؟ طيب ماشي، هحط بطيخ. ماشي، البطيخ كله بذر، لازم يتصفى. فين بقى البتاع اللي بتصفي بقى؟ دوخوني بقى والله لأوريكم. بس كفاية بطيخ كده، كفاية بطيخ. طيب انا هل اضرب البطيخ الاول لوحده واصفيه وبعدين احط له بقيه المكونات؟ متهيألي ده كده هيبقى ظريف، صح؟ عشان ما بوظش الدنيا، صح يا مي؟ صح مي، عملت لي كده. ماشي يا مي، حد يلحقني الحقيقه يا مي. بسم الله. حتى انت يا بطيخ مش راضي تتضرب، انتوا كلكم متفقين عليا. اديله شويه ميه. لا اله الا الله، معلقتين ميه كده ما نشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله. بس كده بتاع فين؟ ايه، تعالي يا حلوه. ماشي، هنصفي البطيخ بعد ما ضربناه في الخلاط. ايوه كده، علشان البذر. الله على ريحه البطيخ، يا انا بحب ريحه البطيخ قوي كده. بصوا كميه البذر والشوائب اللي نزلت من عصير البطيخ كده. اه شوفوا، فكرت صح بقى اهو، تعرفوا ان انا بفكر صح. كان لازم الاول كده، بعدين نرجع الشفشق تاني. يا ابني اشتغل. بس كده هنحط تاني عصير البطيخ وابتدي بقى احط له فراوله. حاسه انها كتير كده ولا ايه؟ لا مش كتير اهو، فراوله مع البطيخ، ونحط عسل ابيض. ده هيبقى حلو قوي ده. لا بس انا حاسه ان انا مش عايزه احط له لبن، لا انا عايزاه بس كده، ونغطيه ونضربه وادور على كوباية بقى كده، ويبقى عملنا مشروب ظريف قوي بالفراولة والبطيخ. بسم الله. بس كده خلاص، اشوف له كوبايه بقى. ده منين بقى؟ في ايه كوبايه؟ فين بتحطوا الكوبايات؟ فين؟ اه بصوا هنا، هاخد من الديكور كوبايه من الديكور، مش مشكله، احطه في طبق. مين اللي قال لي احطه في طبق؟ قصد حضرتك ايه يعني؟ بالحلقه باظت مثلا احطه في طبق؟ نحط المشروب. الله ده ريحته حلوه قوي، ريحه البطيخ مع الفراوله حلوه قوي اهو كده، ظريف جدا وخطير. وانا بحب بقى النعناع، علشان هو مفيش كل ورق، مفيش عنقود كده، مفيش براعم، هو في براعم نعناع كده. بس كده لقيت في البوكس بطاطس وبيض، عملت لهم بطاطس بالبيض، والله ظريفه صدقوني. يعني الستات البيوت اللي زي اللي بيجربوها هتلاقوها هيعرفوا انها حلوه قوي ومفيده وظريفه جدا ان شاء الله. وعملت سلطه بابا غنوج خطيره برضو، وجابوا لي عيش اهو، علشان قلت لهم في الفاصل لازم تجيبوا لي عيش عشان الحاجات الحلوه دي هتتاكل بالعيش. وعملنا العصير البطيخ بالفراوله. متهيالي الحلقه كويسه ولا ايه رايكم؟ ولا باظت الحلقه ضربت مني؟ قولوا لي في الكومنتات، شوفوا الحلقه كده قولوا لي ايه رايكم.
انا بشكركم قوي ان انتوا بتتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكل بيتي. باي باي.